أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة LTC في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا ترى أخبارنا إيه من الحلقة اللي فاتت لغاية دلوقت؟ هو ترى التسكات بتاعتنا اللي احنا دايما بنقولها في نهاية الحلقة كتبناها ولا لأ؟ إن شاء الله بإذن الله نتعلم مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله تبقى حلقات مفيدة ومؤثرة وجميلة. النهارده هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية والخطورة، الاتنين مع بعض. بعيد عن الكلام الكتير والكلام المكلكع، هحاول ان انا ابسط المفاهيم ونحاول مع بعض نمشي واحده واحده. هنتكلم النهارده عن غيبوبه، بس المره دي مش غيبوبه لنقص سكر، لا قدر الله، ربنا يعافيكم. النهارده هنتكلم عن غيبوبه اسمها غيبوبه الشراء. لفظ الغيبوبه هو لفظ بيطلق اشبه بحاله التنويم المغناطيسي، يعني بينصب فيها الانتباه على شيء واحد بس، فالانسان بيبقى مسلوب الاداره. طبقا لكلام جوفالتي، في 26 سبب بيخليك تشتري، لازم تبقى حافظ منهم أربعة مهمين، يعني في أربعة لازم تبقى حافظهم عن ظهر قلب، لأن المسوقين والناس اللي بتبيع لك حافظين الكلام ده كويس جدا. أول حاجة فيهم الأمان، هو بيبيع لك أمان، يعني عندك مشكلة وهو بيديها لك، بيبيع لك سكيورتي، بيبيع لك وريفر اللي أنت عايزه. رقم اتنين العاطفة، هو بيشبع لك عاطفة عندك، تحب التقدير، حب الزهور، وريفر اللي انت العاطفة اللي انت عايزها، فهو بيحاول يبيعها لك. رقم ثلاثة التقدير، هو بيبيع لك حاجة عشان تبقى مقدر من اللي حواليك. واخر حاجة هي الفلوس، يعني هتكسب من ورا ده قد ايه. خلينا الاول قبل ما ندخل في الكلام الدقيق نشوف الفيديو ده مع بعض. فيديو جميل جدا، هنتشوف فيه تأثير الاعلانات على الناس عامل ازاي، وازاي الموضوع ده بيخلي الانسان اشبه بانه نايم مغناطيسيا. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع مرة تانية، يلا. زي ما شفنا في الفيديو من شوية، الولد داخل في غيبوبة، لا هو عارف بيعمل ايه ولا عارف الدنيا عايزة ايه، هو زي ما سمع. طبعا احنا يعني افورنا شوية حقيقة في التمثيل، ولكن عشان خاطر نوصل لحضراتكم الفكرة او نوصل لحضراتكم غسيل الدماغ بيوصل لغاية فين. خلينا نشوف علميا الموضوع بيمشي ازاي. بيقول لك ان في صفقات الاعمال الطبيعيه بيكسب البائع اولا والمشتري ثانيا والمجتمع ثالثا. يعني حضرتك لما بتروح تشتري حاجه، الجنيه اللي حضرتك بتشتري بيه بيعمل سايكل بيلف، حضرتك بتستفيد وهو بيستفيد والمجتمع كله في الجنيه اللي بيلف ده بيستفيد. في صفقه ثانيه اللي هي صفقه بيع الكلى مثلا، لا قدر الله ربنا ما يكتبها على حد من الساده المشاهدين، المشتري اولا بيستفيد والبائع بيستفيد والمجتمع احيانا بيستفيد واحيانا لا. في صفقه بيع المخدرات، البائع الزارع بيستفيد، البائع بيخسر والمشتري بيخسر والمجتمع بيخسر. في الصفقه دي في واحد بس كسبان. الصفقه اللي بعد كده الرشوه، فتح الدرج وحضرتك بتديله عشان يمشي اموره. في الصفقه دي البائع اللي هو بياخد الرشوة منك بيكسب، بيخسر المجتمع وبيخسر المشتري. في صفقات بيع الأصوات في الانتخابات بيكسب النائب ويخسر الناخب، وهتكسب الحكومة ويخسر المجتمع. في الصفقة دي في أطراف كتير خسران وفي أطراف كتير كسبان. طبقا لبحث عملته مؤسسة نبرا، قالت ان 84% من الناس اللي بتروح تشتري بيثقوا ثقة عمياء في اللي بيوجههم ناحية الشراء، سواء كان القرار ده من الناس، يعني word of mouth، الناس بتقول ايه او اصحابه بينصحوه بايه. وطبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما احنا متعودين، عندنا 104 مليون طبيب، وعندنا 104 مليون صيدلي، و104 مليون سياسي، و104 مليون رجل اعمال، كل الناس بتفهم في كل حاجه والكل بيفتي. مواقع التواصل الاجتماعي اي توصيه فيها بسيطه بتؤثر على كل الناس. الشير واللايكس اللي حضرتك بتعملهم وقاعد تتكتك على الكيبورد وقاعد عايش حياتك مع الكيبورد، كل الهري اللي احنا بنهريه طول النهار على مواقع التواصل الاجتماعي او على اصحابنا عن المنتجات والشركات ده بيشكل ثقافه امه. حضرتك متخيل خطوره الموقف؟ خطوره الموقف هنا مش بتكمن
في ان انت يعني بتقول رايك في منتج معين او خدمه معينه وريفر اللي انت عايز تقوله، لكن انت بتشكل ثقافه حقيقيه. خليني اقول لحضراتكم على قصه بسيطه جدا حصلت تفهموا منها تاثير الناس على السوشيال ميديا وتاثير البائعين وتاثير الناس على كل حاجه. اولا خليني اقف مع حضراتكم لحظه عشان اشرح لكم الموضوع عامل ازاي. خليني احكي لحضراتكم على قصه في منتهى الخطوره. القصه دي هتشرح لكم وهتفهمكم الموضوع كان عامل ازاي. شركة بيبسي كانش عرفت ان في شركة اسمها كوكاكولا. الشركة دي كان فيها مسوق بيسموه ابو المسوقين في العالم. الراجل ده كان يعني كاتب كتاب بيع اي شيء في اي وقت لاي احد. الراجل ده بيعتبروه ابو التسويق في العالم، او اللي هو الجاد فازر بتاع التسويق في العالم كله. الراجل ده شركة بيبسي سمعت ان هو عامل انجازات خطيرة جدا جدا في شركة كوكاكولا، قررت انها تشتري. راحت له قالت له بتاخد كام؟ قال لها باخد 30 مليون، قالت له هنديك 40 مليون دولار في السنه وبعد اذن حضرتك انضم لينا. قرر الراجل ان هو يعلن، جاب كل الميديا، كل الصحافه، كل الناس وجمعهم، وجاب واحد متغني من الجمهور اللي موجود، قال له لو سمحت بعد اذن حضرتك دوق المشروب اللي قدامك ده فداؤه، دوق المشروب اللي قدامك ده فداؤه، ايهما طعمه احلى؟ فقال شركة اكس، عشان خاطر يعني نحفظ كل واحد، فقال شركة اكس هي الشركة دي اللي طعمها احلى. فشركة اكس عمل بروباجندا رهيبة وباع عليها ارقام خزعبلية، ويمكن الناس كلها، هحكي لحضراتكم حدث كلكم عصرتوه ما تعرفوش ان ده بسبب التنافس الرهيب اللي حصل. سمعت شركة كوكاكولا باللي حصل وسمعت بالخسائر اللي حصلت لها من ورا فكرة تسويق الراجل ده، قالت له انت بتاخد كام؟ قال لهم باخد انا 40 مليون من بيبسي. قالت له طب هنديك 60 مليون وبعد اذن حضرتك ارجع للشركة بتاعتنا تاني. خد ال 60 مليون وقرر ان هو يرجع للشركة دي مرة تانية. عمل نفس، راح طلب منهم انه يعمل حاجة اسمها كوك اكسترا، يعني سكر زيادة وطعم احلى. وبدأ جمع كل الصحافة وكل الإعلام في حدث، كل الميديا الأمريكية كانت بتنقل الحدث ده على الهواء، وجاب واحد من المتطوعين من الجمهور قال له بعد إذن حضرتك دوق الطعمين دول. طبعا طعم التانية اللي هي إكسترا أحلى من طعم الأولى، فبالتالي شرب قال له أحلى فقال ده. فراح أعلن قدام الناس، قال يا جماعة الأصالة، إحنا بنبيع الأصالة، الشركة بتبيع الأصالة. وبدأت الناس تحولت من شراء الشركة دي لشراء الشركة دي بنفس التجربة وبنفس الطريقة، عشان تعرف المسوقين بيبيعولك ايه بالظبط، وعشان تعرف ازاي بيلعبوا بيك. فهو نفس الشخص ده فوجئ، قالوا له ان في الشرق الاوسط في شهر عندهم اسمه شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، مبيعاتنا بتقل بشكل غير طبيعي. فقال لهم خلاص مفيش مشكلة، السنة دي هيبقى اعلى مبيعات في العالم. يا استاذنا ازاي حضرتك؟ هما ما بياكلوش طول اليوم ولا بيشربوا، يا دوب بيشربوا من الفطار لغاية السحور. قال لهم هتشوفوا. راح اخترع فكرة كده جميلة جدا، انت احلى مع كذا، مع سيد ومع علي ومع حبيبتي ومع فلان ومع علان. فوجئوا ان في رمضان اللي نزل فيه الفكرة دي ان عمل اعلى مبيعات في تاريخ الشركة من ساعة ما انشأت. لفكرة ما كلفتوش جنيه، هو كده كده بيطبع، لكن في النهاية حضرتك بتشتري وبتبيع فكرة في عالم لا يقف ابدا عن التسويق، وبالنسبة له التسويق هو الحياة. دايما كنت بقول مقولة مهمة جدا، لست غنيا لأشتري الرخيص. يعني ايه؟ في النهاية لا تشتري رخيص ولا تشتري غالي، اشتري اللي يناسبك واللي يناسب حياتك واللي يناسب احتياجك. لا تشتري غالي ولا تشتري رخيص، دور على المناسب ليك، لأن في النهاية اللي بيدفع ثمن كل شيء هو حضرتك. مفيش أي حد في الدنيا هيدفع الثمن ده غيرك، ولذلك زي ما حضرتك شفت هم باعولك الهوى او بيشتروك في منتج حقيقي، لكن في النهايه القرار ليك.
فخليك واعي وما تقعش في الفخ ده. أعزائنا المشاهدين، للأسف وقتنا خلص وأدركنا الوقت القصير بتاعنا. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة وبرنامجكم المسؤول، وكل سنة وأنتم طيبين، مستنيكم في الحلقة اللي جاية. يا رب أكون كنت ضيف خفيف عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.